الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الذي يتجرأ على قول التأويل تعطيل؟ من الذي يتجرأ على هذا؟ هم الذين في قلوبهم زيغ، هم المنحرفون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، المنحرفون عن الهدي النبوي، المنحرفون حتى عن الإسلام. التأويل ومذهب الصحابة، مذهب سيدنا الإمام الحبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، والذي توسل به سيدنا عمر بن الخطاب، وتوسل به الصحابة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسل به لمكانته ومقامه العظيم عند الله تبارك وتعالى، سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة. التأويل مذهب سيدنا عبد الله بن عباس، ومذهب التابعين وأئمة التابعين الإمام مجاهد وأبو قتادة وأبو منصور وغيرهم، مذهب الإمام ابن جرير الطبري، ومذهب الإمام أحمد ابن حنبل، ثم بعد ذلك يأتي مذهب السادة الأشاعرة والسادة الماتريدية. لماذا؟ لأنهم أخذوا، هم الذين أخذوا من السلف. من يقول بأن مذهب التأويل أو التأويل تعطيل هذا مشروعه شيطاني، هذا القدح بسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والقدح بسادة التابعين. إذن هو القدح بالدين، المشروع هذا هو مشروع القدح بالدين. من يتجرأ بالله عليكم على القول التأويل تعطيل إلا من زاغ قلبه عن الإسلام بالكلية. التأويل تعطيل، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أول الساق بالشدة، وأول السماء بنيناها بأيد قال بقوة، وأول أشياء كثيرة ذكرناها في السلسلة التي ذكرناها سابقا. الإمام مجاهد، أبو قتادة ممن أول كذلك الساق، وممن أول الأيدي. الإمام أحمد بن حنبل قال تأول قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك، وأول أشياء كثيرة ذكرناها كذلك في السلسلة السابقة، عودوا إليها، ذكرها الحافظ ابن الجوزي يعني مشبعا في هذا الأمر، وذكرها الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره. ركزوا معي إلى قول الله تبارك وتعالى، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون أي يثيرون الكلام حول الآيات المتشابهات، يثيرون الكلام، يتجرؤون على الكلام في المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذن سماهم بأنهم من أهل الزيغ والضلال والانحراف والشذوذ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أي يتداولون فيما بينهم، يثيرون بين العوام ما تشابه منه، ما تشابه من الكتاب، وهي آيات الصفات وغيرها، ما تشابه منه ابتغاء ماذا؟ ابتغاء التوحيد الذي يتغنى به خوارج السلفية الوهابية، لا، ابتغاء الفتنة. الفتنة ايش الفتنة؟ ابتغاء الفتنة بين العوام، اخراج العوام من دائرة التوحيد الى دائرة الكفر والشرك، ابتغاء الفتنة. والله تبارك وتعالى يقول والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائبا لعن الله من أيقظها، فهم ملعونين أينما توقفوا. يعني بمجرد أن يخوضوا فقط في المتشابهات تصيبهم لعنة من الله ورسوله، يعني حكم الله تبارك وتعالى في هؤلاء تلقائيا. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، حتى تأويله من عند أنفسهم، من عند أهوائهم، يقولون الرحمن على العرش استوى جلس، الرحمن على العرش استوى استقر، والعياذ بالله الله في السماء بذاته في جهة معينة، يثبتون الجهة والحد الذي هو للمخلوقات وللحوادث، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ركزوا هنا، الله تبارك وتعالى يثبت التأويل، يقول لك واحد لا التأويل هنا التفسير، هذا هو أصلا تأويل،
حينما تقول بأن التأويل تفسير هو تأويل في نفس الوقت، إذن أنت تؤول ثم تنكر التأويل. الله تبارك وتعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله، إذن الله أثبت التأويل وأنت تقول التأويل تعطيل، والعياذ بالله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك قولين في مسألة والعطف، أن الذي يعلم تأويله حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم مما يعطيهم الله تبارك وتعالى من هذه من العلوم اللدنية. لأن الراسخين في العلم، من هم الراسخون في العلم؟ الراسخون في العلم هم أهل العلم اللدني، كما قال به أكثر أئمة التفسير من أهل الشريعة والحقيقة. الراسخون في العلم هو من جمعوا بين العلم الظاهر والباطن. من هم من جمعوا بين علم الظاهر والباطن؟ من هم؟ الصحابة، بعض الصحابة، وبعض التابعين، وبعض تابع التابعين، ثم بعد ذلك يأتي السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليهم، هم من جمعوا بين الظاهر والباطن. يعني حتى لا يقال للفقهاء هم الراسخون في العلم، لا، الراسخون في العلم المقصود بهم هنا الأولياء الربانيين، وهم أهل العلم اللدني. الفقهاء ما أعطوا العلم اللدني، الأصوليين ما أعطوا العلم اللدني، اللغويين ما أعطوا العلم اللدني. العلم اللدني هذا اختص به أولياء الله، وهم السادة الصوفية بعد ذلك، سموا بالسادة الصوفية، وإلا فهم أولياء الرحمن، أولياء الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا القول الأول، بأن الواو العطف عائدة على التأويل، أنهم لا يعلمون تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل الثاني، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. التفويض هنا مسألة التفويض. إذن الراسخون في العلم وما يعلم تأويله حقيقة، لا يعلم تأويل آيات الصفات إلا الحق سبحانه وتعالى، أو الراسخون في العلم الذين الله تبارك وتعالى أطلعهم على العلوم اللدنية الغيبية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا هو التفويض. إذن التأويل والتفويض ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى بنص هذه. ثم تأتي تقول التأويل تعطيل والعياذ بالله، يعني فالعين نسأل الله السلامة والعافية. ما يضحكني إلا من يقول بأن التأويل تعطيل والمعطلة جهمية، يعني الله جهمي والعياذ بالله، لأن الله هو الذي ذكر التأويل. ثم بعد ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سيدنا عبد الله بن عباس، وبعده من التابعين من ذكرناهم سابقا، ثم الأولياء والصالحين والعلماء الربانيين، كلهم معطلة جهمية في نظر من أهل الفتنة، من هم؟ خوارج السلفية الوهابية في هذا العصر. يجب أن نكون صريحين، هم أهل الفتنة في هذا العصر، وهم خوارج العصر، خوارج هذا العصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم هم شر الخلق والخليقة، لأنهم أهل الفتنة وأهل الزيغ والضلال والانحراف والعياذ بالله. لذلك يجب أن يتنبه الإنسان إلى أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أمثال هذه الحقائق بيانا شافيا كافيا. الأمور واضحة، الله تبارك وتعالى يحذرنا من خوارج السلفية الوهابية بنص القرآن. كل العلامات أصلا في حق خوارج السلفية الوهابية، هم الذين يتبعون ما تشابه يثيرونها بين العوام، لذلك تجدهم حتى يعلمون أطفالهم أين الله، ويقولون لأطفالهم وجاء ربك، يعني مجيء حقيقي والعياذ بالله. السماء خلقناها بنيناها بأيد، قالوا حقيقية. تجري بأعيننا، عين حقيقية والعياذ بالله. بيقضوا بأعيننا، يعني ما هي بعين ولا بعينين، بأعيننا، بلسان عربي مبين. قولوا لهؤلاء الخوارج السلفية، الله تبارك وتعالى يقول بلسان عربي مبين، ما قال بلسان الوهابية السلفية أو الوهابي أو السلفية الوهابية، بلسان عربي مبين. واللسان العربي 28 حرف، ما هو حرف واحد. فما تأتي أنت
تريد أن تجعل من الآيات المتشابهات محصورة المعنى فيما يعتقده هواك، أهواءهم عباد الهوى، هؤلاء هم عباد الهوى والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالمعرفة بالفقه في الدين ومتابعة سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.